اعزائي المشاهدين ارحب فيكم اجمل ترحيب في حلقه جديده من برنامجكم العين الساهره ونعود لكم من جديد بعد انقطاع طوال شهر رمضان المبارك نعود معكم للتذكير دوما بالقوانين والحقوق والواجبات وتسليط الضوء على ابرز فعاليات وزاره الداخليه فهلا بكم اعزائي المشاهدين اجتمع معالي النائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد مع عدد من القيادات الأمنية حيث استمع إليهم وأعطى إرشاداتهم لمواكبة التطور الأمني وتحقيق الأمن والأمان حيث أكد ما عليه سعيه إلى إكمال ما بدأه الوزراء من قبله، كما شدد على ضرورة التعامل مع الجميع بمسطرة قانونية واحدة. مشاهدينا الأعزاء نتابع معكم هذا التقرير. thank you أعزائي المشاهدين كان الوزارة الداخلية جهود كبيرة في تحقيق الأمان والأمن خلال فترة العيد الفطر وكانت هناك عدة جولات للوكاء المساعدين عدسة برنامج العين الساهرة رصدت لكم هذه الفعاليات وجولة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الحدود اللواء محمد اليوسف الصباح في أول يوم من أيام عيد الفطر السعيد والتي تفقد فيها المراكز الحدودية الشمالية والجنوبية وليكم هذا التقرير اوكي okay. مشاهدي الكرام يسعدنا نرحب في ضيفنا في الاستديو العقيد توحيد الكندري مدير اداره مرور محافظه مبارك الكبير للحديث عن جهود قطاع المرور خلال فتره العيد ونتكلم بشكل عام عن المرور أرحب فيك العقيد توحيد يا اهلا وسهلا رائد ناصر وبالساده المشاهدين يا اهلا وسهلا العقيد توحيد ودنا نتكلم اول شيء جهودكم خلال فتره العيد وبعدين نتطرق عليها الى عده امور الله على يعينك علينا اليوم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا شاكر لك هذا اللقاء وشاكر لك هذه الاستضافه وايضا برنامج العين الساهره صراحه من البرامج اللي متابعه من قبل شريحه كبيره من المجتمع الكويتي. طبعا كاداره عامه للمرور طبعا جهودنا ما هي بفتره العيد ولكن هي على مدار السنه على مدار ال 24 ساعه خلال اليوم. طبعا بالعيد ايضا كان عندنا بعض الحملات على بعض المناطق طبعا انت تعرف ان المرور في اكثر من اداره وايضا في كل محافظه موجود قسم للحركه وايضا متابعه اي سلبيات تحصل في المناطق السكنيه او في الاسواق او ايضا في المناطق النائيه طبعا دائما اللي شكلنا هاجس هو تجمع الشباب في الاماكن اللي اللي نائيه للاستعراض وايضا المخالفات طبعا كانت لنا حملات وكانت لنا بعض المخالفات اللي تم ضبطها من خلال جولاتنا على مدار الساعه في الاعياد. نعم. التوحيد توحيد يعني يمكن احنا لاحظنا او شفنا يمكن مع بعض الحمله اللي صارت في على منطقه سبحان خلال فتره العيد اللي هي للسباقات اللي تكون من غير ترخيص والاستهتار. نبي يعني تكلمنا عن هذه الحمله اللي صارت خلال فتره العيد. والله شوف بالنسبه حق العيد يعني الفترة اللي سبقت العيد كانت نعم. عندنا حملات مشددة على هذه المناطق خاصة منطقة صبحان المنطقة اللي تتبع محافظة مبارك الكبير يمكن العيد او الحملات السابقة عطت انطباع لدى الشباب ان المرور يقض المرور موجود المرور في أي لحظة ممكن يكبس عليك ويخالفك وبالتالي ما كانت ذيك الضبطيات اللي كانت متوقعة في مثل هذا اليوم اللي هو أيام الأعياد كانت عندنا ضبطيات ولكن خفت كثير عن الأيام السابقة أو الأشهر السابقة أو السنين السابقة في عملية ضبط المخالفين نعم يعني أنا ودي أتكلم يمكن بأكثر تركيز على خاصة منطقة صبحان يمكن مدى سبحان الكل عارف أنها في ايام تكون فيها استهتار ورعونه فيها استعراض فيها سباقات حتى يعني انا يعني نلاحظ يعني يكون اكثر شفافيه نعم آه يتداعون الشباب من خلال تويتر او من خلال انستغرام ان في اليوم سباق نعم. في المنطقه هذه شنو اجراءكم كمرور او كمباحث مرور في عمليه الضبط ضبط يعني المركبات اللي قاعد تستهتر وقاعد تسبب حوادث يمكن يمكن فتره طافت شفنا اكثر من حادث راح في ضحيته شباب راح في ضحيته يعني شباب صغار شنو دوركم كمرور او ك ما انا ما اتكلم على مبارك الكبير كاداره عامه للمرور في هذا الجانب شوفوا يا ناصر المرور يفكر عشان يضبط المستهتر نعم. وايضا المستهتر يفكر على اساس انه يتهرب من ضبطيات المرور لكن عندنا اداره اسمها اداره ايضا مباحث المرور وايضا في ناس في في سياراتهم المدنيه وملابسهم المدنيه وايضا لا لا, لا يغيب عن بالنا ان ان مباحث المرور ايضا هم شباب نعم و... وعندهم تويتر وعندهم متابعه ال... الوسائل الاعلاميه هذه وايضا التداعيات اللي قاعد تصير نعم فعنده عنده معلومه وبالتالي نعم. اي معلومه توصلنا ان هناك تجمع شبابي مباشره يكون هناك رصد لها ومراقبه لها وبانتظارهم نعم يعني كان عندنا في فتره رمضان ايضا تويتر وما تويتر وكذا وراح نتجمع في هالمكان تم رصدهم من الساعه 12 بالليل ما وصلوا في الموقع الا بعد صلاه الفجر نعم. لا والغريب ان انا كنت موجود في الموقع ان كل اللي جايين يبون يشفطون صلوا الفجر نعم وامسك وشرب الماي ودش صلى الفجر وبعدين طلع بسيارته واللي صفط يمين واللي صفط شمال وتجمعوا ولما تجمعوا طبعا مع اجهزتنا مباشره اعطينا اخباريه بتسكير جميع المخارج تسكير جميع المخارج خاصه في المنطقه اللي خلف المقبره أه احنا نسميه طريق 209 أه عفوا شارع 90 فتجمعوا كلهم منظر يعني فجاه صار وبالتالي أه سكرنا جميع المخارج والمداخل طبعا كان عندنا اكثر من 17 18 دوريه ايضا كانت عندنا قوه من مباحث المرور وايضا ضباط المرور وافراد المرور مباشرة تمت المداهمة. نعم. مجرد ما شافوا الفلاشر، طبعًا الدوريات خلال ثواني وصلت الموقع خلال ثواني أيضا بدأ الانتشار الحين الشباب وين بيروحون؟ يروح مني مسكر يروح من وبدات الضبطيات، بعضهم دخلوا بر الله يحفظهم، كان هناك بعض الشباب اللي طاح بحفره واللي دعم الروف اللي موجود في البار، طبعا تم ضبطهم وسحب السيارات وايداع كثير من المخالفين نظاره مرور العاصمه يعني للاسف ويحز بخاطرك انك شخص صايم وفي رمضان وتاخذه وتقطه في النظاره لانه كان يستهتر او او يشفط في هذا الموقع، احنا <applause> دائما نقول احنا ما نبي نضيق خلق احد، لكن ما نبي نوصلك حق نتيجه اللي تفضلت فيها قبل شوي ان هناك وفيات حصلت <applause> نتيجه الاستهتار. اللي حصل في ذيك المره انه كان خلف المطار مقابل منطقه صبحان الصناعيه كان مثل ما تفضلت انه يصير فجأة هات سابق اي سيارتك اسرع لا سيارتي اسرع نتواجد يلا نقاوم في الساعة الفلانية ويتواعدون تقريبا الساعة 3 الفجر وفجأة وصلوا خلال ثواني تقاوموا وصار اللي صار وكانت هناك مركبة معدية بالشارع ضربها وصار حادث الوفاة المؤسف الحقيقة اللي احنا ما قدرنا نلحقهم عشان ننقذهم وانا راح اشير حق هالموضوع عملية ليش احنا نتشدد في العقوبه نتيجه الوفيات والاصابات وايضا اللي تحصل في الطريق. نعم. يمكن العقيد توحيد تكلمنا على موضوع صبحان ويعني خاصه أنا مو يعني موضوع منطقه صبحان او الاستهتار اللي يصير في صبحان شاق البال كثير من الناس فتطرقنا فيه وتكلمنا فيه وان شاء الله نتمنى رسالتنا نعم. توصل حق الشباب، يعني احنا تواجدنا مو للمخالفه، يعني تواجد رجال المرور في المواقع هذه مو الهم الاساسي نعم. او الهاجس الاساسي نعم. هو المخالفه المروريه نعم. أو هو سلامتك سلامه حمايتك نعم, نعم. حمايتك. نعم. نتطرق الى موضوع القياده الاحداث. يعني الان يمكن هذه قاعد نشوفها بكثره ان تلقى زياده نعم. زياده في اعداد ان الاحداث قاعد تكون من غير الياسنة او من غير رخص. شنو جراكم؟ أه رائد ناصر اشكرك على هذا السؤال صراحه بالنسبه حق الاحداث وايضا نقدر نربطها ايضا مع السؤال اللي قبله او الموضوع اللي قبله موضوع الاستهتار يعني كرجال مرور وكمسؤولين في البلد وكأولياء أمور مفروض يكون هذا هاجسنا يعني ما في ولد موجود في موقع أو ما في ولد عنده سيارة وعمره أقل من 18 سنة إلا أكيد أبوه يدري نعم. عن أنه ولدي يسوق مو معقولة فجأة في هاليوم وبالذات في هاليوم خذ السويتش وطلع بالسيارة هذا آه مو صحيح نعم. حنا قاعدين يوميا مخالفات أمس اليوم 15 8 أمس بالليل كان عندنا ست أحداث بتفتيش مفاجئ تقريبا الساعة ثلاثة ونصف الفجر ست أحداث ضبطناهم وطلعت الموقع وشفتهم بالسيارة يعني صراحة يعني حزب خاطر كأنهم أبناء يعني أنا أشوفهم في الدورية موجودين ورحلناهم مرور العاصمة وقطيناهم في النظارة الإجراءات مشددة لكن أنا ودي أوصل رسالة حق ولي الأمر انت وينك لما ولدك اخذ السياره في هذا الوقت لا تقول ما ادري لا تقول ما ادري ولا تقول ان هذه السياره ماكو غيرها في البيت لان هذه الاعذار اصبحت مكرره يعني ولي الامر يمعودين يضبوا الولد وخذ وينك عنا عمره 14 سنه الساعة 3 الفجر، أنت وينك عنا أنت لما حطيت راسك على الفراش، ولدك كان موجود في غرفته، وينك ما تفقدته في هالوقت؟ للأسف أن بعض الأولياء الأمور يعطي العذر وطبعا دائما نقول هذا ايضا ابنه وفزت كبده ويحبه ولا يبي مضره ولكن صدقني احنا قاعد نحمي من نفسه وقاعد نحافظ لك عليه، أبنى. لما أخذ انا قطه بالنظاره وقعده 24 ساعه انا بحافظ لك عليه، فلا تزعل ولا تلومنا ولا تقول ان المرور متشدد في العقوبه، لا مو صحيح، احنا اجراءنا لان زور مستشفى الرازي وشوف الشباب اللي اللي خلاص انتهت حياته نتيجه حادث مروري اللي قاعد يحطون له الاكل في الخلاط ويحط العود ويشرب منه مقادر هذا انتهت حياته وعمره 14 سنه يعني انت تعبت عليه يا ولي الامر وربيته لين وصل عشان يعطيك انعكست الايه بديت انت ايضا تعطيه حتى تكبره مره ثانيه وقدامك شخص معاق محتاج الى رعايه خاصه حتى دخول الحمام ما يقدر ما يقدر الا عن طريق مضمد او ان احد يساعده فما ودنا نوصل حق هالمرحله، هذول كلهم عيالنا وانتم كلكم اهلنا وبالتالي لا تزعل مني اذا انا اخذت ولدك وقطيته في النظاره. نعم. بالنسبه حق العقوبات العقوبه مشدده ناخذه نقطه في الدوريه نقطه في النظاره يرحلون نيابه الاحداث يسوون له قضيه ابو الصبح يدفع 500 دينار ويطلع بكفاله وتسجل عليه قضيه سابقا. قياده مركبه سابقه نعم. تسجل عليه قضيه قياده مركبه بدون رخصه نعم. فاحنا ما ودنا نوصل عيالنا حق هالموضوع السوابق ساعدنا اهتم في الموضوع لا تقول ما ادري تابع ابنك عنده تلفونه عنده تويتره عنده الواتساب دزله تفقده قول وين ولدي لا تقول انا ما ادري عنه الا الصبح هذا نعم. مو صحيح ونتمنى من اولياء الامور نعم. التعاون معنا. يعني يمكن العقيده التوحيد سمعنا او شفنا يمكن مع بعض او اللي هي الحملات اللي صارت خلال العام الدراسي اللي هي نعم. التعاون اللي صار بين اداره العمل المرور ونيابه الاحداث. شفنا يمكن ضبطيات كثيره خاصه في المدارس على الاحداث. شنو اجراءكم خلال العام الدراسي؟ يعني احنا عارفين العام الدراسي يعني نعم. على ابواب شنو في في اجراء راح تكون الحم نفس الحملات اللي كانت موجوده خلال العام الدراسي انه في عمليه ضبطيات على المدارس، في عمليه تفتيش على المدارس من خلال التعاون اللي راح يكون بين احنا عارفين اللي بالمدرسه يعني نادر او انه قليل الاعداد اللي اللي معاه لياسن نعم. فراح تكون في حملات راح ولا حملات خلاص العام اللي طاف وقفت ولا في استمرار على هذه الحملات؟ لا طبعا هذه الحملات مستمره ومشدد عليها ولها خطه ايضا نعم. وايضا عندنا تعاون بيننا وبين نظار المدارس وفي توعية. في توعيه يعني احنا ما نعم. احنا ما نبحث على المخالفه في توعيه خلال يعني حقول الامر او تنبيه حقول الامر مثلا خلال قبل العام الدراسي ان ولي الامر هذا الموضوع في راح يعرض حياه ابنك او يعرض نعم. ابنك للمساءله القانونيه في توعيه ولا على طول راح تبون المخالفات. طبعاً دوركم كإعلام نعم. أمني أيضاً توصلون هذه التوعية وهذه رسالة أيضاً من هذا الموقع من من هذه الشاشة نعم. إن في حملات في تنسيق مع نظار المدارس متمارسة إن في شباب يوصلون لأن طبعاً المواقف في المدرسة واضحة, واضحة صحيح. ووصول الطلبة اللي عندهم سيارات بدون رخص واضح وبالتالي في تنسيق مع نظار وأنا صراحة أشكر جداً نظار المدارس اللي بلغونا أول بأول عن هذه الحملات. الحملات المرور يعني مشدده جدا يعني لا تقول لي الولد عنده امتحان اللي حصل بالفتره السابقه وفتره قريبه انه مسكناه ملابس المدرسه وانه عنده اختبار رايح المدرسه عنده اختبار وطبعا يولي ولي الامر يركض ولدي شون خذيته عنده امتحان راح تنتهي حياته راح يسقط يسقط ولا يموت؟ يسقط ولا يذبح خلق الله؟ يعني صار عندنا حادث اللي خلينا دائما نكون متشددين حادث طفل عمره 18 عفوا ثمان سنوات جنطته على ظهره يعبر الشارع ادعمه حدث واذبحه. يعني انت همك ولدك ايضا هذا ولدك، همك اللي كان يسوق بدون اجازه ايضا هذا طفل يعبر الشارع اللي حدث كان بالسياره عمره 14 سنه ومعه مع شباب طالعين من المدرسه. بدون رخصه يسوق ويشتر في هالمنطقه وبالتالي وقع الحادث كانت ماساه ما هو حادث ماساه نعم. ادخلت بيت نتيجه قياده بالرخصة فلا تزعل منا واعذرنا و.. واحنا مثل ما انت تحب ولدك ايضا احنا نحب يعني ولدك يعني الامر لا تنهي لا تنهي حياه ولدك بيدك نعم صحيح نعم. صحيح, صحيح صحيح وطبعا لا تيجي تقول لي ما ادري شغله الكل يقول ما انا أه. ما ادري ما أدري يعني سرقة يعني سرقة يعني قيادة بدون رخصة وأيضا سرقة, سرقة سيارة فلا تقول ما أدري لأنه راح تتسجل أيضا قضية أخرى عليه وأيضا يعاقب ولي الأمر هذه نقطة مهمة ولي الأمر ما يعفى من المسؤولية القانونية عليه يعاقب يعاقب بمخالفة تسليم مركبة لشخص لا يحمل رخصة قيادة وتصير سابقة على ولي الأمر ممكن يترتب عليه نقاط تسحب رخصة ولي الأمر لمدة ثلاث شهور إذا تراكمت عليه مثل هذه النقاط نعم يعني يمكن المعلومة هذه يمكن أول مرة نسمعها أن حتى ولي الأمر يعني في, نعم. في حالة قيادة ولد الحدث المركبة يتم تسجيل عليه أه سابقة أو مخالفة. نعم. أه العقيدة التوحيد أنا ودي أطلع عن الموضوع هذا يعني موضوع الأحداث تكلمنا فيه وإن شاء الله توصل رسالتنا. نعم. نتكلم على موضوع اللي هو الهاجس المروري، يعني يمكن احنا شفنا الفترة الأخيرة في في حركة بالمرور. يعني خلينا نكون واقعيين شفنا في حركه في شيء يعني الناس كلها قاعده تتكلم على مم. قضيه المرور انه في قاعد يشوفون شيء على ارض الواقع انه في عمليه انتشار دوريات في عمليه ضبط مروري قاعد نلاحظه ويلاحظون اخواننا اخواننا قايد المركبات في الشارع قاعد في اختبار حقيقي يعني الفتره طافت كان كانت فتره صيف كان فتره رمضان كان فتره الناس كلها مسافره في اختبار حقيقي راح يكون لاداره العمل المرور اللي هي في فتره بدايه العام الدراسي. نعم. راح نلقى العقيد التوحيد راح نلقى في يعني بالفتره هذه او الفتره الجايه راح نلقى في تحسن راح نشوف التحسن راح نلقى ان في يعني ضبط العمليه المروريه ولا راح ترجع نعم. لنا نفس الازدحامات اللي سابقه، الزحامات في كل العالم احنا عارفين، بس لا في قضيه انه يعني ما تكون الزحامات بسبب حادث ان دوريه ما توصل مثلا مركبه مركبه متعطله ما توصل يعني باي نعم. ايا كان. آه طبعا موضوع الزحمه المروريه هاجس يشغل الجميع نعم. بلا استثناء صحيح آه ما نبي نقول آه ان الزحمه آه مستمره ان شاء الله آه في هناك تنسيق مع بعض آه آه الوزارات بما فيهم وزاره التربيه لتنسيق عمليه الدخول والخروج، انت تعرف اخوي ناصر منطقيا لما يكون من عشره في غرفه واحده تقول يلا كلكم طلعوا خلال دقيقه راح تصير زحمه عند الباب صحيح. لكن لو تقول لهم طلعوا خلال دقيقتين او ثلاث دقائق في في ساعه يطلع واحد واحد اثنين اثنين وبالتالي ممكن ما تصير زحمه ايضا هذه هذه الفكره تم تطبيقها حاليا وهناك قرارات اصدرت فعليا من وزاره التربيه لتنسيق عمليه وصول للمدرسه او الدوام الرسمي في المدرسه صح. لان متى ما طلعوا موظفين وطلبه وقضاه ومدرسين وشركات كلهم في وقت واحد في طريق واحد راح تصير زحمه مروريه في هذا الطريق، والحمد لله يعني انا عاصرت الزحمه فتره طويله نعم. من خلال برنامج صباح الخير الكويت ونقل صوره حيه من الطريق للمشاهد يمكن الزحمه عندنا لما تقارنها في دول كثيره في العالم صح. تجد الزحمه عندهم الناس توقف في الشارع وتنزل وتنزل لان في زحمه مروريه، لكن احنا عندنا يمكن الزحمه لو كثرت ما تاخذ لها اكثر من ثلث ساعه او نص ساعه وهناك فتره ذروه تنتهي بعدها وتكون الحركه سالكه، ما لم يكن هناك حادث جسيم في الطريق يعرقل حركه السير، ولكن بشكل عام هناك توحيد انت ما ما جاوبت على سؤالي، راح نشوف ان شاء الله راح نشوف تحسن ولا لا؟ انا هذا السؤال اللي انا اقول أن لك انقل لك العقيده توحيد، انقل يعني هادس المواطن او هادس القائد المركبه انه يعني قاعد يشوفون الضبط المروري قاعد يشوفون المخالفات قاعد يشوفون في شيء قاعد يشوفونه راح يلقون ان شاء الله تحسن في عمليه بدايه العام الدراسي راح يعني في في تحسن عن السابق ولا لا نعم اللي قاعد يسال يقول في تحسن ان شاء الله راح يلقى ان شاء الله التحسن لكن التحسن ما يي من ايد واحدة لازم تعاون لازم تعاون نعم. طيب انا شنو دوري كمواطن على اواجه الزحمه يوميا في الشارع وأنت رجل المرور المطلوب منك أنك م. أنت تنسق الحركة المرور لا هذا مو صحيح، أنت قائد المركبة وأنت المسؤول أيضاً في عملية الزحمة المرورية، شو تقول شلون أنا مسؤول؟ أنا سيارة واحدة وقاعد أشوف زحمة شلون أنا مسؤول؟ م. شوف نفسك أنت تقيدت بالحارة اللي مطلوب منك أنت تمشي فيها، اتخذت قرار الصحيح في عملية الانعطاف لليمين اثناء خروجك مثلا من طريق الفحيل السريع لطريق الدائر الرابع هل اخذت حاره ثانيه عشان توصل بسرعه حق المخرج انت يعني من خلال الرصد المروري عندنا كاميرات الحين ترصد الشارع وتشوف الحركه المروريه هذا طريق من خمس حارات نعم. اذا انت اللي تبي تنعطف يمين خدت الحاره الاولى واللي بتنعطف ايضا يمين خدت الحاره الثانيه واللي بتنعطف يمين خدت الحاره الثالثه اشتركت حق الطريق السريع صحيح هذي قاعد تلاحظها يمكن خلال تسليطنا حق بالكاميرا على طريق خاصه طريق الفحيل السريع ايضا طريق الملك فهد ايضا عندنا الغزالي بتشوف المخارج هي سبب الزحمه صحيح. المرورية عشان تشوف مقابل مستشفى الهادي وتصير مصيبه هني وبعدها يوصل اللي متاخر صار له دقائق عباله في حادث يوصل ولا الشارع مفتوح يستغرب يقول شو ليش ليش هني زحمه شنو في في هالموقع لكن من خلال الكاميرات نعرف ان عدم تقيد قائد المركبه في الطريق آه والانعطاف الخاطئ الانعطاف الخاطئ او عدم اخذ الحاره المناسبه للانعطاف ادت الى الزحمه المروريه. نعم. موضوع ثاني دائما نلاحظه من خلال الكاميرات وعملية انت تنتقل من حاره لحاره بدون اشاره. ما يعترفون بالاشارات؟ أنا. تع... و... انا قاعد الاحظ ان اكثر قائد المركبات زين ما يعترف بالاشاره، الاشاره شنها مو موجوده. شوف الاشاره لها نظام، صحيح. يعني انت عشان تستاذن في دخول على شخص شو تسوي؟ تطق الباب وبعدين يقولك تفضل. نعم. هذا الاستئذان الواجب، هاي من خلال دخولك الى شخص في غرفه معينه، لكن اذا انت ماشي في الشارع، انا ما يصير اطق الاشاره وانعطف، ما يصير، اللي وراك ما ما مدى ينتبه حق اشارتك، وبالتالي اعطي الاشاره اللي هي طقه الباب، انتظر لما اللي اللي على اليمين او على الشمال يشوف يدلي. اشارتي. واحس واستشعر ان هذا سمح لي ان انا انعطف انعطف لكن اطق اشارتي واطلع يمين اطق اشارتي واروح يسار بعضهم ما يعطي اشارات شو يترتب عليه؟ زحمه مروريه، شلون زحمه مروريه مش فاتفه بريك،, بريك هذه طق بريك، ولا تعتقد انك انت البريك اللي تطقه في الشارع بريك حقك انت، انت بريك وهذا بريك وهذا بريك وهذا بريك عليها وبالتالي تترتب الزحمه واي اي تاخر بسيط ولو دقيقه راح يجر عليه نعم. فترة طويلة من التأخير والزحمة المرورية في الطريق نتيجة هذا الوقت. نعم البريك آه، لاقي يمكن أنت يعني ركزت على موضوع أو أشرت إلى موضوع اللي هو الكاميرات المرورية اللي يتم فيها رصد المركبات أو نعم. رصد المخالفات نعم. رصد المخالفات اللي يرتكبها قادمة. مركبة نعم زين احنا يمكن كان في عدة لقاءات مع عدة قياديين من المرور قالوا أنه تم تطبيق المخالفة عن طريق هذه الكاميرات يعني إذا الشخص مثلا نفسه نعم. لف مثلا نفس ما تفضلت لف من غير إشارة أو لف من انعطاف خاطئ يتم التركيز نعم. أو يتم كلوز على الرقم ويتم تحرير له مخالفة صحيح تكلمنا هذا الموضوع صحيح. كثير من الناس يعني ودهم يعرفون هذا الموضوع لا خلي يعرف إن, نعم. إن هي المخالفة المباشرة معروفة نعم. أوقفك وأحرر جاستك وسجلك وتوقع عليها وموضوع التوقيع يرهد تذكرني فيه أسولف في شوية عن التوقيع بعضهم يرفض التوقيع نعم. ليش يرفض التوقيع؟ راح اجاوب عليها بعد ما نشبع هذه النقطه شرح. بالنسبه حق عفوا شنو النقطه اللي قلتها توك الحين؟ ان قاعد نشوف ايه؟ تسليط الضوء على المخالفات من خلال الكاميرا. هل ممكن انت تخالفني؟ وطبع الكاميرات الموجوده حاليا اللي قاعد تصور هي نفسها بالضبط ما يحصل خلال رصد، يعني لما انت تمشي سرعه بالشارع تصورك الكاميرا وتطلع صوره ويتم تحرير المخالفه بناء على الصوره. ما بالك لو يكون التصوير حي نعم. انا قاعد اشوفك ملابس حزام الامان عند الاشاره راح يتم فوكس تسليط الضوء تسليط الضوء على اللوحه نعم. مالتك وانت ملابس حزام الامان وايضا هذه الصوره موثقه نعم. راح تكون ايضا موجوده فبالتالي بدال ما نخالف فقط سرعه بالكاميرات اصبحنا نخالف بالكاميرات حزام الامان استخدام الهاتف النقال آه السرعه تجاوز الاشاره الضوئيه الحمراء ايضا العطاف عكس السير من خلال الكاميرات الموجوده راح تكون راح تلقى عليك نعم. صوره موجوده في الارشيف لما تقول والله انا مهمت. ما طفت الاشاره الحمراء او ما تكلمت في الهاتف النقالي. الحقيقه التوحيد نفس ما تفضلت يتم تسليط في موضوع اللي هو في الكاميرات اللي موجوده في التقاطعات. نعم. لاحظ ان في ناس ما تلتزم في اللاين. نعم. في يتم تحرير المخالفه انه مثلا الحاره الثالثه وما يلتزم يتم تحرير المخالفه خلال الكاميرات هذه او التقاطعات في انا سمعت ان بعض التقاطعات المهمه او اللي يكون فيها ازدحامات تكون فيها كاميرات يتم تسليط الضوء على هذا او بالنسبه حق اللاين ايضا اذا كان هناك عدم تقيد بالخطوط الارضيه ممكن ايضا تخالف لكن ودي اركز على التق... ما دام تكلمت عن التقاطعات والخطوط الارضيه هناك التقاطعات الخطوط الموجوده في الجزيره مالت التقاطع إشارة 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 بالوسط في جزيرة المربع الأصفر المربع الأصفر نعم. كثير منهم من تقول له وقوفك في المربع الأصفر هذه مخالفة يعاقب عليها القانون يقول من يوقف في الخطوط الصفراء نعم. شارع ماشي اي لان شارع ماشي ما تقدر توقف لكن لما تصير زحمه مروريه نعم. وتكون انت قدامك الاشاره خضراء وركز على الاشاره خضراء والشارع بين التقاطعين مغلق لانه في زحمه زحمه مرة طيب انا اطوف ولا ما اطوف؟ انطفت انطفت انحكرت بالوسط وان ما طفت اللي وراي ما يتركني بيدق هرن ما تشوف وينزل. وبعضهم نزل من السياره ما تشوف يقول الاشاره خضراء طيب انا شو اسوي؟ انت تمك واقف لانك متى ما عديت الاشاره وشبت حمراء وشبت حمراء اثناء التقاطع وشبت خضراء حق الطرف الثاني شو راح يصير؟ راح يصير مصيبه راح تصير كارثه ما تقدر انت تطلع راح تسكر هذا اللاين وانت واقف ما تقدر تجدب لان الشارع مغلق وايضا راح تسكر الحاره هذه انا اوقف في مكاني لان الشرطي متى ما موجود انت في الحاره الوسطى واقف على الخطوط الصفراء راح تسجل مخالفه تجاوز الاشاره الضوئيه الحمراء وايضا عدم التقيد بالخطوط الارضيه نعم. الموجوده في التقاطعات يعني يمكن المربع الاصفر يمكن كثير من الناس تسال عنه ويعني توضحت وضحت في يعني اللي ما يعرف راح يعرف نعم. في لاقي توحيد يمكن اسعدنا ولقاء وياك نصيحه اخيره تحب توجهها لاخواننا قائد المركبات واولياء الامور نبي اي نصيحه تكون مهمه حق قائد المركبات ايا كان والله شوف النصيحه اللي احب اقدمها يعني كان اول رجل مرور كان هو الرسول عليه الصلاه والسلام, والسلام عند